في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد البلاد، أسفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 557 عنصرا إجراميا ومصرع أربع عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق 25 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل، وضبط معهم 279 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 104 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 996 قطعة سلاح ناري أبرزها جرينوف، 134 بندقية، 85 بندقية آلية، 52 مسدسا، 723 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و115 خزينة، إضافة ل 1601 قطعة سلاح أبيض. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 500,249 حكماً قضائياً، من بينهم 1852 حكم جناية و181,928 حكم حبس و245,964 حكم غرامة و70,505 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 8 تشكيلات عصابية ضمت 32 متهماً قاموا بارتكاب 12 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 87 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 125 متهماً وإعادة 34 سيارة مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1446 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها قرابة 268.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش وما يقرب من 342.5 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر وكمية من مخدر الهيروين وزنت أكثر من 39 كيلوغرام، وضبط حوالي 8 كيلوغرام من مخدر الآيس الشابو إضافة إلى ما يقرب من 12 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 11,272 قرص مؤثر
و 15,118 قرصة رامادول مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 32 مليون جنيه. كما تم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 18 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.